السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في فيديو جديده في موضوع جديد. موضوع جديد وماشي جديد ولكن مهم ومفيد، خاصه للناس اللي ناويين يجيو الميريكان قريبا. شي حوايج اللي يعني بعد واحد التجربه ديال العيش في ميريكان تقريبا 10 سنين، هذه هي الخلاصه اللي وصلت ليها. بعض النقاط كاين اللي هضرت عليه من قبل، كاين اللي ما هضرش عليه من قبل. يعني نصائح انا الا كنت في بلاصتكم بهاد التجربه وهاد المعرفه اللي عرفتها من زعما العيش الامريكان، اش غندير؟ فقلت غندير واحد الفيديو قصير ونجمع فيه هذيك الخلاصه كامله باش تستافدوا منها نتوما كاملين. كنتمنى انكم تبارطاجيو القناه مع الناس اللي يقدروا يكونوا انتريسي. القناه ديالي بالنسبه للناس الجداد يعني كنت مركزه عليها اكثر على العيش الامريكان، الهجره الامريكان، ولكن فيها حتى مواضيع عاديه، فلوغات، روتينات بعض المرات. وانا كما كيقولوا ام اوبن، الى عجبكم واحد المحتوى معين بغيتوني نزيدو في القناه، على العين والراس. من بعد اول اربع خطوات اللي كديرهم ملي كتحط رجليك في هاد البلاد، غنحط لكم اللين ديال الفيديو اللي كيهضر على هذا الشيء باش ما نبقاوش نعاودو. يعني تايب social security number، ديال credit card الى اخره. فكما قلت لكم غنخليكم اللين ديال الفيديو ديال هاد ربعه الخطوات. دابا نهضر لكم على الصح والعمل، الحوايج اللي صافي يعني كتندمج وكتبغي تبدا حياتك على واحد وعلى واحد الارض صلبه. اول حاجه ما تضيعوش الوقت. الا بغيتي نصيحتي، شوف شنو الدومين اللي كيعجبك، الدومين اللي مطلوب في الميريكان ويكون يعجبك او ميم طون. فما يديرش الانسان شي حاجه اللي ما طلبهاش بزاف ويعني ما يستافدش منها. مثلا الاي تي، الاداره، الاي تي يعني الانفورماتيك، اداره الاعمال بصفه عامه، الاقتصاد، مثلا النيرسين يعني كما نقولوا التفرمليت، القانون كاع يعني واي نوت الانسان يقرا باش يولي محامي. هي القضية كتنفع، يعني إنسان ما يضيعش الوقت، دائما يكون داير واحد، دائما تكون داير ديدلاين، يعني ما تبقاش غير مفتوح صافي في يوم من الأيام غنقرا، في يوم من الأيام غنشري دار، في يوم من الأيام، فمنين ما كديرش واحد لا دات بريسيز، أنا نوصل لهذا الوقت غنعطي راسي مثلا شهر باش ندير بيرمي، غنعطي راسي مثلا عام باش ندخل مدرسة، بحال هكا فهمتي. الإنسان ما يبقاش غير تابع هاد الحياه في الميريكان، لان الحياه في الميريكان زوينه وكل شيء، فيها بزاف المغريات، والناس اللي مشاو زعما بقاو غير تابعين، ما دايرينش زعما دي دات، ما دايرينش اهداف الى اخره، كيبقاو غير صافي كيخدم وكيضيع في الوقت. 10 سنين، 20 عام، 30 عام، هو العمر مشى وما دار حتى شي حاجه، فكيبقى تابع غير الشهوات، واللي خسرها اللي ربحها كيخسرها الى اخره، ومنهم عداد. هذا من ناحيه، يعني اول حاجه الا بغيتو نصيحتي، نقرا سواء كان عندك الباك، ما كانش عندك الباك راك دير جي اي دي هو ليكيفالون ديال الباك، وساهل كتشدو من بعد دير شي فورماسيون ولا دير شي حاجه توظف بها. فهذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، في الميريكان اغلبيه لي كونطرا، اذا ما كانوش كاملين لي كونطرا ديال العمل في الميريكان، ما كاينش ترسيم. نادرا الا كنتي خدام مع الدوله، وباش تخدم مع الدوله ضروري تكون عندك بعد الجنسيه ويكون عندك، المهم كاينين بزاف ريكويرمنت. الخدمه مع الدوله احسن صراحه من البريفي، اوكي، على الاقل فيها شيء من ستابيليتي. ولكن لي كونطرا ديال الخدمه في الامريكان هنايا ما كاينش ترسيم، يعني فريمون نادر. كاينه امبلويمنت ات ويل، كتسمى امبلويمنت ات ويل. امبلويمنت ات ويل هي يعني واحد الكونطرا كتسنيها تقريبا بينك وبين الامبلوير ولا داك اللي مخدمك، يعني انا فين ما عجبني غادي نخرج وانت فين ما عجبك غتجري عليا، فهمتي؟ بحال هكا، فين ما عجبك بحال غتجري عليا. هذا ما كيعنيش انهم تما على سبا، كاين قوانين كتحميك، كاين قوانين كتحميهم الى اخره. ولكن هذه المساله ديال مثلا واخا تخدم معاهم اي وقت، ما شي مره، ربما تكون اسيستنت ديالك مثلا، فريد انت هي مديره ولا مدير ولا اسيستون ديالك، ولا كدير الخدمه ديالك، غيبداو يقلبوا لك باش تمشي في حالك هنا. فهاد الشيء كيوقع، فما تصحابوش ان الامريكان هي الالدورادو، يعني بلاد
البرفكشن. ففيما مشيتي في العالم ضروري الى نجحتي مثلا شي واحد زعما كيدورك ضروري فوالا تو سامبلومون المدير ما قاديش عجبتيه كذا، ربما لا سمح الله انسان كاع يمرض، يعني ماشي في ايده مسكين يقدر الانسان. شحال من واحد شفتو انا من الخدامه ديالي قبل كيكون نخدم معاهم 30 عام 40 عام، جات واحد الفتره مرض كبير ما بقاش كيدير خدمته كوم الفو، صافي شحال غيعطيو كاع مهله سيمانه جوج ثلاث سيمانات، واحد الوقت يقول لي اسمح لينا سيدي حنايا عندنا خدمه باي باي صافي ما علينا ما عليكم. فهاد الشيء ماشي باش نخلعكم، ولكن هاد الشيء راه كاين راه في العالم كله، راه شحال من واحد دابا في كورونا خرج من الخدمه. هاد الشيء كنقول لكم عليه باش نهار الاول تحطوا رجليكم في هاد البلاد ما تعولوش على مصدر واحد ديال الفلوس. اوكي نهاركو الاول نقلب على راسي. غتقولوا لي مثلا شي مثال، احسن مثال اللي كاين حاليا ومتداول والناس خدامين فيه هو الخدمه في امازون، البيع في امازون الى اخره. راه درت واحد قبل من هذا الفيديو، درت واحد الانترفيو ولا واحد الحوار مطول فيه تقريبا ساعتين مع سي يوسف اكلال. كنخاف نكون نطق سميت شي حد يعني غلطه، و فوالا ملي غتدخلوا عنده عند داك السيد راه غنخلي لكم اللين ديالو عاوتاني، غتدخلوا لقناته في اليوتيوب في الانستغرام، راه ما شاء الله عنده فيديوهات اش غنقول لكم يعني مفصله، يعني غير اللي ما بغاش يتعلم يدير فلوس في امازون بحال كتقرا واحد الدرس ا بي سي دي. كيبغي يصبر كاينين بزاف الفيديوهات، ولكن شويه شويه بشويه الانسان محد عامين عام عامين ثلاث سنين اربع سنين غتولي عندك واحد الصالح كيدخل لك بكل سهوله. طبعا في الاول كيكون العمل جاد وكتكون الخدمه وساعات ديال الخدمه، ولكن هذاك العائد ديال هذاك ليفور ديالك كيرجع في لو لون تيرم، وماشي زعما لو لون تيرم واحد المده اللي ابديه، تقدر تكون عام تقدر تكون عامين. بحال واحد البنت صاحبتي حتى هي مغربيه تعرفت عليها هنايا في هذا في المدرسه، قالت لي قالت لي هي حتى هي خدامه في الاداره خدامه مزيان وكل شيء، قالت لي واحد السيد يعني ما شاء الله ولا كيتخلص حسن مني غير في عام ديال امازون، خرج من الوظيفه ديالو وبقى مركز في امازون ولا كيدير 75 100 وطلع ل 100000 دولار وما فوق، وقالت لي دابا تبارك الله فين يعني مشى بعيد، ولكن صبر بحال عام كامل هو داك الشيء غير على قد الحال، كان خدام وميم طون كيتعلم في امازون وبقى غالي شويه شويه، ولكن مع الوقت ولا ما شاء الله كيدخل حسن من الوظيفه ديالو في الدار ويقدر يخدم من اي مكان في العالم. شحال من واحد كيديفلوبي الخدمه في امازون مزيان والاي كوميرس، كاين تبارك الله كتكون عنده الجنسيه كاع كيمشي للمغرب، هو جلس فيه 6 شهور جلس عام فلوس كتدخل عليه امريكانيه يعني بالدولار هو كيصرفها في المغرب. هذا كمثال. فاللي بغيت نقول لكم من النهار الاول في الميريكان ما تسحلاوش الفلوس السهله. بزاف ديال الناس انا هضرت من قبل انه ماشي مشكل انني الانسان مهما كان قاري مهما كان بزاف الحوايج يلا جيتي للميريكان تخدم فاش ما كان النهار الاول، ما كنشجعش انك تبقى دائما بحال هكا النهار الاول ماشي مشكل نخدم تاكسي، النهار الاول ماشي مشكل نخدم سرباي، النهار الاول وريفر، لان هذيك الساعه ما عندكش لو شوا، خاصني شي حاجه اللي غتجيب لي الخبز شي حاجه اللي غتخلص لي السقف اللي فوق من داري، فعادي جدا جدا يعني جاست ستيشن نوت ا ديستنيشن، بحال شي كار غادي وقف واحد المحطه خديتي شويه الشوا واللعيبات هزيتيهم وزدتي في حالك، انت راه ماشي غتجلس في هذيك المحطه دائما، انت راه غادي لكازا مثلا كازا هي اللي غادي ليها، اما هذاك الفيلاج ولا هذيك البلاصه راه مشيتي هوتي تاخذ فيها شي حاله تاكلها وتمشي. فلا ميم شوز مع هاد الخدمات، كتوقف كترتاح شويه كتشوف اش خاصك ناكل فيهم نزود بكشي اللي خاصني وكنزيد. المشكل اللي كيوقع كتلقى ناس خاصه المغاربه، وشفت هاد لي زيكزامبل بزاف عرفتي كيبقى فيك الحال، كتشوف شي واحد اللي ربما عنده رتبه ديال طبيب ولا مبقى ليه والو يكون طبيب في المغرب، جا القرعه في الميريكان جا هنا ملي جا مشى تباع الفلوس اللي سهله، فتباع فلوس هي ماشي سهله انه الانسان كيتعب، ولكن الخدمه فيزيك اكثر من مونتال، يعني كيولي يخدم بالسوقان بالعياب هذا وكتدخل عليه فلوس محترمه، ولكن داك الفلوس اللي زعما با مال يعني خاصو وقت طويل، مثلا كيسوق كاميو كيسوق طاكسي كتكون فيها الفلوس، ولكن راه ملي كيدير عائله راه كيولي مثلا في الكاميو كيسافر ما بين ولايات الولايات وكيتعذب، ما كيكونش عنده واحد الوقت كافي مع عائلته وليداته مع الوقت. فماشي مشكل نخدم هكشي في الاول، ولكن
نتعلم الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه، ندير شي دبلوم مهما كان بسيط. المهم على الاقل، بزاف الناس يقولوا لي لا قرايه ماشي مهمه وهذا، نو القرايه مهمه. زائد علاش انا نختار ما بين جوج؟ ندير جوج، نقرا مزيان، عندي ان دبلوم اللي صحيح في جيبي، ها هو هنا خدمت به، ما خدمتش به، نهار بغي نخدم به راه عندي علاش نهضر. اوكي عندي علاش نهضر، فوالا راه عندي دبلوم، عندي ليكسبيريونس كذا كذا. ما بغيتش نخدم به ندبر راسي ندير شي حاجه اخرى. على الاقل لوبسيون كاينه تماك، ماشي الا احتاجيت لشي خدمه غنرجع من الصفر عاوتاني. نو يعني اضعف الايمان، غتخدم وظيفه واخا كانت بسيطه ولكن وظيفه نقيه على ما نوقف على رجليا مره اخرى. ففي الامريكان متعولوش على one source of income، متعولوش على مصدر واحد ديال الفلوس، لانه حتى حاجه ما سيغ في الحياه صراحه، وماشي في الامريكان، في العالم كله ولكن خاصه في هذا البلاد، لانه غالبا الاغلبيه ديالنا حنايا كتجي يعني، او انت ربما اول واحد جيتي الامريكان من عائلتك، يعني فهمتي first generation، الجينيراسيون الاولى اللي كتجي لهذا البلاد هي اللي كتعذب. عاد من بعد الى جاو خوتك وهذا كيلقاوك على الاقل انت فرشتي ليهم، قديتي ليهم، عندهم فين يجلسوا الى اخره. فهذه من ناحيه. بالنسبه للبنات اللي كيجيو هنايا بحال هكا مزوجات، انا مش نقول لكم كيبقاو فيا اللي ما عارفاش القانون ديال البلاد، اللي ما مسولاش، اللي ما قراتش اللغه. هاد الناس كيبقاو فيا، خاصه الى مش سبا القلوب في ايدين الله سبحانه وتعالى. اليوم راجلك كيعاملك بحال الاميره، غد ليه ربما يكثر عليه الضغط، يكثر عليه الخدمه، ما كتخرجيش تسوقي، ما كتخرجيش ديري امورك بوحدك. الحياه في هاد البلاد يعني صعيبه، ان واحد بوحدو هو اللي يسير البيت، خاصه ملي كيكونوا الوليدات وهذا. شوف راه دائما كنقول لماما، كنقول لها سبحان الله، شي ملي كتكون الفلوس دايره، كنكون مثلا انا خدامه مرتاحه وهذا وهذا، راجلي كمثال زعما بيرسونيل ما كديرش ليه الطياره بزاف، شري لي شري لي شري لي هادي، خاصه الا كنتي متعوده على واحد اللايف ستايل معين. ولكن ملي كنخرج مثلا كدير لي الطياره، لانه مثلا الا كنتي انتيا مولفه مثلا، مشي دي كافي فشكل، مشي دي ريستورون فشكل، مولفه السفر بزاف، مولفه كذا كذا كذا، فراه غتجيك صعيبه انك نبقى غا جالسه. الا بغيت نشري غا بيجامه شريها ليا، كيقول لك راه كيعيا اللي يعطي وما كيعياش اللي كياخذ، فهمتي؟ فمني كيكون واحد الاستقلال مادي كيوفر عليك بزاف المشاكل الزوجيه والعائليه صافي، لانه اغلبيه المشاكل كذب عليك كذب، اغلبيه المشاكل ما بين لي كوبل كيكونوا ماليه، كتبقى مثلا واخا يكونوا وكاع يعني كريم بزاف وهذا، ولكن هي باغا هادي باغا هادي باغا هادي، الله يحسن العوان. خاصه الا كان راجل هو اللي كيخلص الكرا، كيخلص الماء، كيخلص المدارس، كيعطيك تنسيه الا بغيتي غير شي حاجه اللي في شكل. المهم فضروري نتعلم اللغه الانجليزيه في المغرب قبل ما نجي هنا. وفي حاله ما تعلمتيهاش في المغرب، ولا زعما الراجل كيدخلوا لشي كوميونيتي كوليدج، قلبوا على كوميونيتي كوليدج، اي كوميونيتي كوليدج عندهم واحد بروغرام كيسميوه انجلش از سكند لانجويج كلاسز. وفابور اللغه الانجليزيه المهمه. دابا شوف تخيل معايا تكون عايش في المغرب وما كتعرفش العربيه، ايماجين يعني شي حوايج اللي ما كيحتاجوش يكونوا مشكل كيوليو مشكل. بغات تمشي عند مول الحانوت وتبغى نشري بيضه، شنو هي بيضه وشنو هي بغيت وشنو هي بشحال، احنايا كيولي انسان واحد في شي حوايج هو في غنى عنها، غاب اللغه هو مسكين باقا ما حتى الهضره باقا ما كيعرفش يهضر. فنتعلم اللغه قبل. انا عارفه ان الانسان ملي كيرجع القرعه ولا كيتزوج ولا شي حاجه، خاص الانسان امتى يجي كيكون فرحان، نثبت نثبت ونتعلم اللغه وندير شي صنعه في يدي، واخا الخياطه اولا شي حاجه شي حاجه بالنسبه للناس اللي ما مكملينش قرايتهم، لان حتى الخياطه هنايا راه غاليه. الا بقيتي كتخيطي للناس مثلا سلسله كذا شي حوايج بساط ممكن تخلصي عليهم ثمن مزيان. واي حاجه ملي كتجي هاد البلاد كتولي ذهب في يدك، يعني شي حاجه غنجيب بها ما ناكل من الاخر. فاللغه شي حاجه اللي مهمه جدا جدا. وات ايلس البنات، كنهضر مع البنات بزاف ولكن هاد النصائح للجميع. انا كنقول البنات لانه مثلا كتجي، حيت كنشوف بزاف تليكا كتجي مع راجلها وهذا ما عارفه والو، ما عندها لا فلوس لا حتى حاجه، نسول على الحقوق ديالي، نسول الراجل فين كاين، نتفق معاه على انني انا نخدم واخا غير نص نهار، ونجيب معايا شي ذهب ولا شي حاجه من المغرب. شوف دائما
واحد الحصيصه ما يكون عارفها التحت لا راجلك لا التحت، ما فيها بس تكون ديالي انا بوحدي اللي عارفاها. ومنين تفتحي ان كونت بونكير، فتحي كونت بونكير سيباري، هو عنده كونت بونكير ديالك ديالو وواحد ديالك. الا بغيتو ديروا واحد مشترك على صحاب الهجره، حيت ملي كتبغي تدفعي الجنسيه ودفعي اوراقك من بعد باغمي لي بابيي اللي كيبغيوهم يكون عندكم واحد الكونت مشترك كتصرفوا منهم بجوج. ولكن علاش ضروري يكون عندك كونت ديالك بوحدك فلوسك انت اللي عارفاها؟ يعني ماشي بالضروره كلشي يكون مشترك. كما قلت لكم وقع عن بروبليم، راه كيوقعوا المشاكل، كيوقعوا الخيانات، كيوقعوا بزاف الحوايج، وهذا الشيء مزيان للطرفين. حتى واحد ما غيخاف انه ربما نتخاصم معاه ويهز فلوس يخليني على الحديده وانا ما عندي لا خو لا حبيب لا رحيم في هذه البلاد اللي عاوني. فدايما يكون عندي ان كونت بونكير فيه وقتها واحد 1000 ولا 2000 ديالي مخبيها ما عارفها حتى حد، لانني عرفت شي بنات اللي كانوا احباب واصحاب مع رجالتهم وقع عن بروبليم حيدوا ليهم كل شيء والله ما عندهم حتى باش يشدوا طاكسي غير ياخذوا قهوه، ما عندهم حتى فلوس باش يشري ساندويتش نهار الاول. فحشومه انني نكون في بلاد برانيه وما عنديش شي حاجه ديالي اللي غتعيشني واخا تا غير سيمانه واخا تا غير 4 ايام. فضروري نجيب معايا شي ذهب ديالي نخبيه، شي فلوس شي حاجه، نفتح ان كونط بونكير نخبي الفلوس ندرقها ما كايناش. ماشي بالضروره كلشي كيتبارطاجا، راه كتشوفوا القصص اش كيوقع. وات ايلس، فقلت لكم القرايه، نتعلم الاي كوميرس مثلا شي حاجه اللي غتجيب عليا جيب لي شويه الفلوس ابار الخدمه. بالنسبه للي فام بزاف، وهذه واحد الحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي ما عارفينهمش، هنا في الامريكان سواء عندك الوراق اولا ما عندكش، يعني اون جينيرال كاينه لاسيورونس ديال الولاده، زعما في حال تحملتي وما عرفتيش كتقولي غالي حيت هو كل شيء غالي، ولكن كاينه واحد لاسيورونس ديال الناس اللي ما فحالهمش مثلا ما خداماش الى اخره، كدفعي ليها كتقولي سميتها ميديكيد فور بريغنانت وومن، ميديكيد فور بريغنانت وومن. كتمشي للميديكيد اوفيس كتقولي انا حامله وما عنديش فلوس ما خداماش كذا كذا خاصني لاسيورونس، كديري واحد الفورم كتعمريها ايوا صافي، كتشي ايام قليله كتجيك لاكارت ديال لاسيورونس كتغطي كلشي لوبيتال الولاده الطبيب، حتى كتفوت شهرين تقريبا من ورا الولاده ليك انت هي والبيبي. فابور ميديكيد ميديكيد. طبعا اللي شي حاجه ما واضحاش سولوني في لي كومونتير نكتب لكم يعني كيفاش كتكتب الى اخره. دابا كنحاول المهم هادشي اللي تفكرت فور ناو، كاينين بزاف ديال الحوايج الانسان ما يضيعش وقته. الصحاب تاني ما كاينلاش نبقى نضيع وقتي في هذا، بالنسبه للناس اللي سالي باطير ولاد وبنات ما تبقاش دير قوه الصحاب وقوه لي كافي قوه الخروج. نكون انسان منظم نعمر حياتي بشي حوايج مفيده، ندير ديدات الاهداف ديالي خاصني ندير هادي مورا هادي مورا هادي، مابقاش تابع لي زامي، لي زامي خسروها فلوسك كنمشي هنا نمشي هنا نمشي هنا نمشي هنا، والاغلبيه ديال الوقت ما كتلقاش شي حد اللي فريمون يوقف معاك في وقت الحزه. فالانسان كل شيء هنايا بزاف الناس كيعاون كيعانيو من الوحده، الوحده من الاخر في الانسان بوحدو خاص شكون اللي يونسو، صافي كتونسو ولا كتونسيها واحد الوقيت هذه هي الصداقه هنا وصافي. يعني اغلبيه الاوقات ملي كتكون محتاج ولا شي حاجه فراه ما كيعقل عليك حتى حد. فنبني جناوحي نبني راسي نوقف على الصح ما بقاش نضيع في الوقت. واحد الحاجه عاوتاني، حاولوا تشريو دار في اقرب وقت. هنايا باش تشري دار خاصك تكون عندك واحد الخدمه مستقره على الاقل واحد عامين، عندك واحد الكريديت اللي مزيان. كما قلت لكم كريديت راه داخل في اربع مراحل اللي خاص تكون ديرها منين توصل الميريكان، عندك كريديت مزيان خدام واحد الخدمه مستقره لمده عامين فممكن يعطوك كريدي باش تاخذ دار. الناس اللي كيقولوا كيهضروا على الربا راه كاين حتى البنك الاسلامي في كل شيء عنده حل. علاش تاخذ دار بكري واخا تكون صغيره؟ باش هذيك الفلوس اللي كتبقى تمشي للكرا تمشي لدارك، ماشي مشكل نهار تبان لك دار احسن منها وتكون قربتي تكمل هذيك الدار او لا واخا تا غير مخلص فيها النص ولا شي حاجه عندك الحق تبيعها، غتعطي فلوس للبنكه هذاك الشيء اللي كيتسمى دار كيتسالوك في الدار، ما تبقى غدفع في دار احسن منها الا كانت عندك خدمه اكثر وعندك بوسيبيليتي باش تجري دار احسن. على الاقل كتضيع كتوفر هذوك السنين وانت كتعطي في الكراوات البراني كتكون واحد الدار اللي نتايا كتحط فيها فلوسك. هذا الشيء عقلت عليه دابا صراحه غير قلت نجلس معاكم ونهضر معاكم شويه داك الشيء تفكرتو اللي كنقول زعما كان عليا نديرهم ملي يلا جيت.
ولكن الانسان ما فيها باس، ماشي مشكل. الانسان كيقول كيف فوجا مي دير طوطار بور فير دو بيان، حتى نتوما تستافدوا من هذا الشيء، يعني شي حاجه اللي مزيانه. فوالا، ودعيو معنا بالخير وندعيو معكم بالخير. عواشركم مبروكه، نسيو.